نبقى في إطار التظاهرات، حيث يستمر اعتصام خريجي كلية الهندسة القسم الكيميائي تحديدا أمام مبنى وزارة النفط لليوم 15 على التوالي للمطالبة بتوفير فرص عمل لهم أو توظيفهم في الوقت الذي تغزو شركات النفط في الجنوب العمالة الأجنبية. ورغم هذا لم يحصل المعتصمون طوال فترة اعتصامهم على أي رد أو تجاوب من قبل الوزارة. فنشاهد قاعد تحسوها شنو هناك مفيدكم بالشارع مثل ما شوف هسه صار لنا 15 يوم مقترشين الارصفه، هسه اذا تشوف احنا ظهورنا طققت من الحر زين وتعبنا وصار لنا تقريبا 15 يوم لا نهار لنهار ولا ليل لليل، زين حصر علينا الحمامات والسبع، حصر علينا الماي، لا مسؤول يلتفت لنا ولا منظمات المجتمع المدني ولا حقوق الانسان، ليش احنا ليش تعبنا وسهرنا ووصلنا لهاي المرحله حتى نقعد على الرصيف نباع على الوزاره حتى الوزير ما يعبرنا حتى شنو ما تقول لي العماله الاجنبيه ترست العراق تقريبا حدود 103 عامل اجنبي 103 الف عامل اجنبي جاي يشتغل بالشركات النفطيه اللي بالبصره جاي يصرفون عليه الاف الدولارات واحنا هنا عراقيين ما محصلين لقمه عيش نعيش بها اهالينا ولا نكون بها انفسنا، فتعبنا يا اخوي والله العظيم تعبنا زين يعني الوازن قل، الناس هاي اللي تعبوا بالشارع جاي يسمعنا كلام ويشمرون علينا بطاله مي واكو بيهم يغلطون علينا واحنا ساكتين كلهم متحملين، المسؤولين يجي مسؤول بس هيك مجرد سلام عليكم ياخذنا صورتين وراح خلاص ما شفنا منه اي شيء، نطالب منظمات المجتمع المدني وحقوق الانسان والساده المعنيين ووزير النفط وكل الجهات المعنيه والساده النواب ان يلتفتون لنا ويشوفون حل لهاي الناس وهاي الشباب الخريج العاطل عن العمل، كل احنا محافظات اقل اقرب واحد بينا هو من بغداد او من غير محافظات من البصره والناصريه، كل احنا متغربين وصار لنا 15 يوم.